نعم. وأغلب الفنانين يسكنون بالإيجار. من المسؤول؟ الفنان واجهة بلد، الفنان فنان عراقي هذا يشرف البلد خارج العراق، حابين ننظر احنا لأي بلد، ننظر إلى فنه. نعم. ننظر إلى فنانينا. نعم. ننظر إلى إبداعه. ليش 90% من الفنانين يسكنون بالإيجار؟ وين الخطأ؟ حابين نفهم منك. احنا من نشوف، أنا كمشاهد ما أفهم شيء، أشوف فنان بالشاشة هذا نجم، بيوته سيارات، عايش أحسن حياة، علاقات جميلة مع النساء مع غيرهم، نذكر احنا نتكلم شعب يتكلم. طيب 90% من الفنانين عايشين بالإيجار، يعني خطأ منهم هم المادة اللي تجيهم يصرفوها، خطأ من الفنان في مرحلة معينة، مثل قبل كنا نعرف انه اكو فنانين ما يتزوجون حتى جمهورهم لا يخسرون جمهور. نعم. اكو فنانة ما تنجب اطفال حتى لا تخسر جمهورها، ومن ثم ياخذها العمر وخسرت. طيب الخسارة انتم كفنانين منكم انتم، ام من المسؤول عن هذا الخطأ؟ يعني اكو فنان منا وبنفسه تجي الفلوس يبذرهن لو ايش؟ اريد يعني نفهم احنا كمشاهد فهمنا اكثر. نعم. ابتداء اقول لك يعني الفنان عيشته عسيرة، المبالغ اللي يحصلها مبالغ زهيدة، المسرح فيه شقين، شق الخاص بالمسرح الجاد اللي العلاقة بالتجريب، يعني مش الجاد نقول عليه العلاقة بالتجريب، العلاقة بالمسرحيات الخاصة بالمهرجانات، هو ممكن يأخذ راتب أو يأخذ عقد، والآن العقد ماكو والراتب محدود. وبقى المسرح الكوميدي اللي أيضا الآن دا يتعرض إلى هزات كثيرة بحكم التلقي الغير منضبط، يعني تلقي يعني تركيبته مصحيحة بحكم الحصارات والحروب والدكتاتوريات. فمن أين يعني من أين الفنان يحصل على مبالغ ممكن تخليه يعني يشتري بيت؟ يعني القصور من الدولة من السابق وإلى الآن. في الحكم السابق كان مثلا يعملون فيلم يخص الحزب او يخص الحكومه حصرا، ممكن ان رئيس الحكومه يعطيهم سيارات او يعطي للبعض اراضي للبعض، وحصلوا بعض فنانين الرواد حصلوا اراضي وبنوها بوقت جيد. لكن احنا كاجيال ما بعدهم اجينا كان ما كنا يعني بصراحه ما كان عندنا موقف تجاه أن نعمل لهذه السلطة أو تلك، كنا متمردين، كنا أنا شخصيا كانت عندي أعمال، وأيضا كثيرين من أصدقائي كانوا عندهم أعمال ضد السلطة، يعني ضد السلطة، لذلك ما انضوا تحت لواءها وما حصلوا على نتائج مهمة. يعني وحتى الفنانين اللي يشتغلون تحت لواء الدولة في عمل أو عملين يقدر يصيرون 100 واحد، إذا حصلوا 20 واحد منهم على قطعة أرض أو 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 مبلغ معين، أعتقد هذا ما يسوى. التغيير حصل والتغيير أساء أكثر، جانا فكر ديني عفوا غبي، ويعني وحقيقة فيه تناقض في مواقفه، ينظر للفنان نظرة أخرى، نظرة قاصرة، نظرة على أن الفن ممكن أن يدخل في زاوية الحرام في بعض الأحيان. وأنا في رأيي بعد هاي 10 سنين 13 سنة من هذا التغيير اكتشفت ان هم ما ينظرون للفن هاي النظرة، بل هم ينظرون الى اي مكان ممكن ان يصرفون عليه، يحسبوا له حسابات دينية وحسابات اخرى حتى ما يدفعون. اها. اي نعم. لذلك طيب هذا حال الفن والفنانين من ذاك التاريخ لليوم. طيب في اي مرحلة؟ نعم. من مراحل الفن العراقي في هاي المرحلة الفنان العراقي عاش برفاهية؟ ما عاش الفنان العراقي برفاهية في كل الاوقات، لا بذاك الزمن ولا بهذا الزمن ولا بأي زمن قادم، بحكم ليش؟ بحكم الفلسفة اللي تدير البلد. نعم. بعدين من جانب آخر ممكن تقول لي ليش ما سويتوا شركات إنتاج؟ ليش ما عملتوا على أن يكون لكم سوق للدراما العراقية؟ أنا راح أجيك بهذا السؤال. يوسف شاهين أيضا أفلامه كان يكرمون يوسف شاهين من بعد 30 سنة كباب الحديد، كهواية أفلام كان يرى المستقبل يقرأ. غانم حميد قاعد تقرأ المستقبل، انه وين بعد 10 سنوات او 20 سنة الفنان يظل هذا حال الفنان العراقي؟ ايه. الفنان العراقي ان لم يبحث ايه؟ عن مصادر رزق اخرى لا علاقة لها بالفن سيموت قبل عمره بكثير. حاليا انت مصدرك غانم حميد فقط من الفن ام؟ لا طبعا، لا طبعا لا، الفن لا يؤتي وكله يا سيدي.
حرامات. يعني احنا نريد نشوف الفنانين باحسن حال، اذا طابت الانفس غنت. اذا طابت الانفس غنت.